يا جماعة كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو تكون تمام؟ هلا شايفين هون عنا أورانج اللي هي برتقال. برتقال يعني في الإنجليزي أورانج، ولونه بالإنجليزي معنى أورانج. أورانج برتقال، وأورانج برتقال يعني الأخ اللون البرتقالي. حطوا رايك، شاركوا قناة، فعلوا كفة الجرس ليصلكم كل فيديوهات احنا نعملها. هون جبت سكين وجبت صحن. انا اخاف من السكين بس. وجبت البرتقال كله بلاك وايت بلاك بلاك، هذا مش وايت يعني، هو يعني كأنه معرض شفاف. هلا انا بدي اجيب هيك شوية برتقال، ويعني انا دائما هيك بكون عندي بالبيت، عندنا بكون بالبيت برتقال، بس احنا يعني ما بنستخدم هذه البرتقالات. فاليوم قررت انه معاكم حنقشر البرتقال. 1 2 3 ويي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 ي
كل هدول هاي تفاحة مش انا دخل فيها. واو او ماي جاد مش مضايقتني واسمم بلا مضايقتكم. حطوا لايك وشكل القناة والحمد لله الحمد لله نشكر ربنا انه وصلنا 422 مشترك. ان شاء الله ان شاء الله انا بدعي مثلا ان يكون 1000 مشترك يا رب. بس 1000 يعني لا اقل لا اقل بس يعني بس فرحوني شوي بالالف وبس يعني 1000 لايك. ابغى الاشتراكات بخمس دقائق ودقيقتين شوفوا كيف. اوكي جايز فانا عملت هذا الفيديو بس لمحبين الاورانج. شوفوا في اول تعليق مثبت راح يكون على اول فيديو انا عمليته راح اكون كاتبت لكم هيك اشياء لكم. انتوا قاعدين بتلهوني بتغشير البرتقال. انا امرات بظني مثلا 13 ساعه انا امرات هيك كمان بعمل طلع يعني بقشره مثل المندلينا او هي كلمنتينا. كلمنتينا انا ما بعرف احكيها بس بكتبها بعرف يعني تنطق لا تكتب ولا تنطق كيف صارت تنطق ولا تكتب. اما المندلينا تقطع تنطق وتكتب يعني ما ان اد ال اي وانه مندلينا اه. اوكي هلا شوفوا كيف قطعتها يعني في الأصابع شوي كمان أصعب في السكين يعني بظني بطيئة أنا بطيئة بس في الترتيب 100% 100% يعني دمار دمار. احكولي انتو ايش بتشتغلوا في البيت يعني أنا الصراحة بشتغل أكبر غرفة طبعا غرفتنا بنرتبها مثلا شوط شوط أسبوع برتبها أنا كامل وأسبوع رموت. هلا يا جماعه اوكي انا برتب هيك وبرتب هيك ممر شوي وبزقي الزريعات واذا كان علينا غسيل يعني بغسل بس ما بدل ايدي على الغساله لانه بتكهربني. مثلا ماما بتغسل مثلا انا لما ماما تحطهم بالنشافه انا بحطهم بالنشافه بعدين ماما تشغل النشافه بعدين بنخلص بعدين انا اللي بنشف. اوكي هي صارت مثل كلمنتينا بس انا ما بدي اياها مثل شوفوا لاتينا في عينك لاتينا في عينك خلي المحبة ما بيني وبينك. اوكي اوكي يا سيدي روحوا دكتور يعني بدي فرخهم بالجوع يعني ضل شوي انسوكم منهم يا جماعة انسوكم منهم اقطع بدي اصغر برتقالة هلا هاي ان شاء الله لا بدي احطهم اي خزي بس اوكي جبت بس انا طول كيف شايفين انه يعني من هون شوي يعني يعني شوي يعني مو يعني نقول انه يا جماعة يا جماعة شوفوا 1 2 3 واو فكر الرؤية جميلة جدا هاي اقسم بالله بس من هون بدك تشرحها هاي يعني قعدت فيها اسرع اما هاي يعني بطيئة
بس خليني اقشرها عشان ما بحبها الاقيها. حتى كمان يعني على المندلينا الكلمنتينا كلمنتينا انا بحب هيك هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ما راح اكل كثير، ما بحب اثقل. اوكي ما الفرق بين هاي وهاي؟ هاي مثل المندلينة، انت انا بتحبه، انا صراحة اكتر بحب هاي. اما هاي ها نص. اوكي هذا حطهم هنا. وايش كانت اعجابكم للفيديو؟ شكل المسكين في بعض كانهم توأم ولد جديد. لأفكهم هلا هيك بدي ألتبهم شوي 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 شوي. ألتبهم يا جماعة. لا مو بيبين نفس بعض. كيف فيني أحط هذا بس مو منظر يعني بس بس تش 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 بالمية. لازم نغسل ايدينا ابتدائي، اهم شي تغسيل الايدي. انت ايش تستعملوا شاحنكم؟ انا شاحني طبعا سامسونج. اوكي هنجيب واشحن التليفون واقعد اقعد احضر على اليوتيوب على قناتنا. اوكي جايز شوفوا هنا واحدة وهنا واحدة. انا بحب هاي اللي اكلت بلشت فيها. اوكي زاكية هنا منظر جميل. كمان هاد كان اخر الفيديو، شاركوا استمتعتوا واخذتوا نصيحة. باي.